لليوم السادس على التوالي تتواصل المواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحمة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيون احتجاجا على القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس. مواجهات اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص والغاز، كما اعتدى الجنود على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان لحجب الحقيقة. وعلى مقربة من مكان المواجهات مخيم عايدة، والذي في كل مواجهة تمطره قوات الاحتلال بالغاز السام غير آبهة بالأطفال والنساء والشيوخ. بخاف على كل الأولاد مش بس على ابني، يعني على كل الأولاد يعني بنخاف احنا. وانت زي ما انت شايفة يعني المخيم، يعني بدك تتوقع يعني في المخيم الى كل يوم كل يوم، يعني هينا ما بنلحق نقعد في الدار الا احنا مسجلين شبابيك على حالنا. وفي هذا الشارع وسط المخيم الذي يكتظ فيه أصوات لهو الأطفال في الأيام العادية، نرى اليوم وكأن حالة منع التجول سادت المكان، وذلك بسبب خوف الأهالي من اعتقال أطفالهم. في بعض الأهالي ما بعثوا أبنائهم في بعض الأيام للمدارس، يعني محيط المدرسة أو ملعب المدرسة قاموا باستهدافه في اللحظة واحدة في تقريبا ما يقارب 150 قنبلة غاز. تخيل يعني غابة من الغاز داخل مدرسة يعني فيها أطفال، فبالتالي يعني يعني هذا الخوف الكبير على الأطفال. فهذه السيدة من مخيم عايدة قدمت للبحث عن ابنها الذي عاد من المدرسة واحتجزه جنود الاحتلال لعدة ساعات بحجة رشق الحجارة، وفيما بعد أطلقوا سراحه. ولد مروح من المدرسه ما خدينا ملاقينا فوق، لا كاين في ضرب حجار وقتها ولا شيء، اللي بضرب حجار في جهه وهو في جهه، بس اجى في وجههم يا محمد وضلوا رايحين فيه. طفل زي هذا شو طفل باعتبار؟ قالوا لنا استنوا، هم ما خدينا من المعبر جوا، شو نستنى؟ لوقتاش نستنى طفل زي هذا؟ شو ذنبه يعني؟ يتبع الاحتلال سياسه التخويف ضد الفلسطينيين لقمع اي شكل من اشكال المقاومه. يستبيح جنود الاحتلال كل ما تطاله أيديهم للبطش بالفلسطينيين خلال المواجهات لثني الشبان عن مجابهة الاحتلال ولو بحجر. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، بيت لحمة، فلسطين المحتلة.